في العقود الأخيرة شاع كلام كثير عن اختراق تقاليدنا وعاداتنا، وأتساءل هل أن هذا الاختراق جرى فعلا من قبل الغرب الاستعماري الإمبريالي أم من قبل الإسلاميين أو من يدعون انتهاك هذه الأعراف والتقاليد؟ هل نقضي على خرافة خصوصيتنا أم ندعها تقضي علينا؟ ولماذا لا يعترف الإسلام بالإنسان وحقوق الإنسان بل وحتى حقوق الطفل؟ لماذا ينتهك الإسلاميين كل خصوصية فردية؟ لماذا لا يستطيع أي شخص تأجير غرفة في فندق صغير يستقبل فيها حبيبته؟ هل هناك أي احترام لمفهوم ومعنى الخاص في الإسلام والذي اشتقت منه كلمة الخصوصية؟ أم أن كل شيء في الإسلام هو عام؟ وهل يجب المحافظة على خصوصية المسلم أم التخلص منها؟ لماذا يطالب باحترام خصوصيتنا كمجتمع ولا يطالب أحد باحترام خصوصيتنا كأفراد؟ هل أن الفرد في مجتمعنا هو فرد بصيغة الجمع دائما ولا يجوز له أبدا أن يكون فردا بصيغة الفرد المفرد المنفرد الحر المستقل؟ ألا يفسر هذا الغياب للأفراد المتميزين سر تخلفنا عن جميع الأمم على مدى 1500 عام؟ كونوا معي أصدقائي وحلقة جديدة من أوهام الدين. أبدأ بحوار دار بيني وأحد الأصدقاء، قال هذه تقاليدنا ويجب المحافظة عليها. قلت بل يجب التخلص منها ومن كل من يدعو لها وأولهم أنت وأمثالك، رغم أنه صديقي لكني كنت جريء معه في هذه العبارة، وهذا هو الصحيح. علينا أن نحاسب ونكاتب ونوبخ كل من يدعو إلى الحفاظ على تقاليدنا. قبل هذا علينا أن ندعوه إلى أن يوضح لنا لماذا هو يدعو إلى اتباع هذه التقاليد. هل لأنه فكر بالموضوع جيدا أم أنه مجرد يتبع القطيع ويحاول أن لا يسير عكس التيار؟ هذا الصديق انتفض في لحظتها واحتج، قال كل الشعوب تحافظ على تقاليدها ولسنا وحدنا. قلت له أنت غلطان يا عزيزي، هذه أسطورة نشرها الكهنة، كل الشعوب المتحضرة الآن لا تحافظ على تقاليدها بل أنها تسعى باستمرار للتخلص منها بطريقة علمية تولى أمرها عدد كبير من الناس المختصين المتمرسين الذين لديهم إحصاءات وتجارب علمية تؤكد كل شيء يفعلونه. هذه الشعوب لو حافظت على تلك التقاليد لما وصلت لما هي فيه الآن. كلنا نعرف هذه الحقيقة. أنت كل ما في الأمر تعودت على سماع هذا الكلام وتصورت أنه لا يناقش بل يجب المحافظة عليه فقط، وهي عملية بسيطة وساذجة وتافهة بصراحة. هذه عبارة هذه خصوصيتنا لا تعني شيئا على الإطلاق بل تعني المزيد من التعصب والمزيد من الولاء والبراء كما يقول النص الديني والذي ينشره رجال الدين المهيمنين على حياتنا. أوضح الموضوع. أولا رجال الدين هم الذين اخترقوا عاداتنا وتقاليدنا وشوهوها وليس نحن وليس الأفراد. هؤلاء هم الذين فعلوا كل شيء وساهموا في تخريب واقعنا وحياتنا وجميع أنواع العلاقات فيما بيننا. انظروا إلى الشارع كيف تغير خلال 30 عاما. ألم يحدث هذا بتأثير منهم؟ ألم يقاتلوا من أجل هذا؟ ألم يقولوا واحد من المسؤولين الكبار في الإخوان قال شاهدوا أن هذا العلامة الحجاب في الشارع المحجبات هي راية الإخوان وعلامة سلطتنا، وهذه هي الرسالة اللي يوصلها الجميع بأنه هذا الحجاب هو علامة خضوع وتأييد قاطعة وشاملة. إن هذا الأمر تم بالتحالف بين عدد كبير من القوى التي طبقت مؤامرة بشعة بمعنى الكلمة ضد مجتمعاتنا وجعلتها تتخلف وتتراجع عن هاي المحاولات البسيطة للتقدم وللتطور في تطوير واقعنا، ودمرت جهد أجيال بدت من طه حسين، من قاسم أمين، أسماء كبيرة وعظيمة، من نجيب محفوظ. هؤلاء سووا حضارة حقيقية كاملة، من علي الوردي، جواد علي، مصطفى جواد في العراق، علماء ومفكرين في سوريا والشام، في المغرب، في تونس، شوهوا كل هذا النتاج اللي نصف الأول من القرن العشرين وحتى الستينات والسبعينات. هؤلاء اشتغلوا شغل جبار، اجوا رجال الدين ودمروا كل شيء. لان كما قلت، واحده من الفيديوهات اللي قدمتها قلت بها بان الدين لا يصنع حضاره ولا يخطط لصناعه حضاره، انما هو يصنع قطيع فقط، وفصلت بهذا الموضوع، ممكن تشوفون الفيديو. التقاليد الان المعاصره كلها مفتعله ومزيفه ومؤدلجه. هذا الشيء هو الذي نلمسه على ارض الواقع، الذي وهو نتاج مؤامره. المؤامره الحقيقيه هي المؤامرة التي ينفذها رجال الدين بالتحالف مع قوى السلطة وعدد كبير من التجار، لأنه دائما هنالك تحالف ما بين الطرفين، هنالك تواطؤ وتخادم، حتى تخادم أحيانا بين الأعداء. رجال الدين تجد كثير من بين الشيعة والسنة أحيانا تجد عداء واضح ولا يقبل الجدل، لكنهم يتخادمون فيما بينهم، دائما يجعلون المجتمعات تعيش في واقع أزمة وفي واقع صراع، بحيث أنه الإنسان عندما يشعر بوجود أزمة أو بوجود عدو يتنازل عن حقوقه. وهذه هي العملية التي يقدمها لنا الإسلامي عموما، أو المتدين عموما، أو المؤدلج عموما، سواء شيوعي، ماركسي، فاشي، نازي، أي شيء، المهم أي أيديولوجية، بعثي، قومي، هؤلاء جميعا يضعون الناس في وجه المدفع. ولهذا هو هذا اللي يفسر لماذا الإسلام منذ لحظة ظهوره إلى حتى هذه اللحظة لم يكف يوما عن أتباعه، والذين يؤيدونه ويؤمنون به لم يكفوا يوما عن إثارة الإشكالات وتقسيم والنعرات والخلافات داخل المجتمع. وفي الوقت نفسه هم يتهمون المجتمع بأنه منقسم. شوفوا العملية، اللعب، صيغة التآمر والتلاعب العجيبة، ويرفضون كل واحد يواجههم ويتهمون بأنه هو ينتهك خصوصيتنا. يعني هم أول مرة يقول لك هنالك خصوصية لمجتمعنا، هو يقصد خصوصيته هو. فعندما يزرع هاي الخصوصية داخل الناس بكل الطرق، طبعا الطرق الشريفة والظريفة والخفيفة والعنيفة، فكلها يسويها، كل إيفة بالأخير هو يسويها، كل شيء سيء ولا أخلاقي يعمله. هذا الأمر الناس غالبا عندما تفقد قواها وطاقتها على التحمل والمقاومة تستسلم وتحاول أن تساير الأمور. وهذه هي اللعبة اللي يمارسها الإسلاميين والمؤدلجين، دائما يخليك أمام، يضعك على حافة الهاوية ويقول لك أنت بكيفك، فأنت ما تضطر إلا أن ترجع له وتقول له أنا موافق على شروطك. فهي عملية اختطاف وابتزاز بمعنى الكلمة. أي شيء، أي عقيدة، أيديولوجية، هي الكلمة المرادفة لها كلمة الابتزاز، بلاك ميل. يعني الآن ممكن واحد بالتعليقات تشوف كثير من التعليقات تجيني، خاصة الفترات السابقة، تعليقات لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أشهد أن لا الله، الحمد لله على نعمة الإسلام. هذه كلها تعني بأنه إشارة، هي يسمونها صيحة القطيع أو كلمة السر التي يتبادلها القطيع. فعندما يردد هذا الكلام هو ماذا يعني؟ هو بدون أن يشعر يقول هذه الكلمات اللي هي مو مالته، هي لا تعود له، إنما هي تعود إلى الجماعة، إلى القطيع. هو ما يعرف شنو معناها، صحيح هو يعرف انه على الله وكذا، ما يفكر بها، بس هو ما يفكر بها. هو علامه يقول بانه بهذا التعليق لا اله الا الله، محمد رسول الله، انتم كذا، انتم كفره، انتم هذا كله هو كلام عام موجود، لانه هو معد ومسلفم. السوفت وير ماله، عمليات المعالجات مالته تشتغل فقط على هذه المنطقه. هو كشخص ما موجود، عندما تشوفه يكتب التعليقات هذا كلام، راسا لاحظ بانه هذا الشخص فاقد الأهلية وفاقد الروح الفردية وفاقد موضوعنا لهذا اليوم وهو الخصوصية الفردية. ففورا تلاحظ هذا الشخص ما يفهم هذا الموضوع. على كل حال، قلت حتى تشوفون حجم هاي الأدلجة. نروح نشوف التعليقات على أي موضوع بنوع من الجدة والاختلاف والدعوة إلى أن الناس يتطورون ويخرجون من هذا شرنقة التعصب الديني والذي يشيع النفاق بين الجميع ويلغي خصوصية الأفراد ويتدخل في حياتهم. ببساطة أنه شوف يعني واحد خلي يسوي مقارنة بسيطة بين 20 سنة فاتت وبين هذا اليوم أو الفترة الأخيرة، راح يشوف أنه فرق كبير. الناس معظمها مشغولة بالدين. لماذا؟ لأن الدين محتلنا، محتل حياتنا، وأصبح هو الكل في الكل، وهو الذي يتحكم والذي يصدر قرارات فيما يجوز ولا ما لا يجوز. لم يعد جزءا من الحياة. هذا هو الواجب الدين الحقيقي، أنه جزء من الحياة، يعني نفس من أنفاس الإطار يعني الإنسان يرتاح به. لكن هذا تحول إلى حاكم صلب متصلب يرفض ويقتل ويتآمر ويعنف ويكفر ويذبح ويقطع الرؤوس ويفعل كل هذا. كل هذا طبعا ما لم يتولد من فراغ، وراح أوضح الموضوع بعد في هذه الفقرة الثانية. أكو مؤسسات، طبعا هذه المسألة ما صارت اعتباطا، أكو مؤسسات هي عملت وتعمل، ما زالت تعمل نسبة كبيرة، ليست كبيرة مثل ما كان سابقا. هاي المؤسسات ما زالت تعمل على نشر هاي التقاليد بيننا، وتحاول تحويلنا إلى كأننا فئران تجارب، تجرب علينا كل هذه المخططات والمؤامرات التي تحالف على تنفيذها رجال الدين والحركات الإسلامية والدول الغربية، وخاصة الدول الكبرى، لأنه كلهم كانوا متحالفين مع بعضهم لمنع دخول أعداء الغرب اللي هم كانوا الحركات الشيوعية. وقبل الحركات الشيوعية بالمناسبة أيضا كان هناك صراع مع الدولة العثمانية، صراع مع الدولة الروسية حتى بالقرن التاسع عشر، وبسبب الظهرة والوهابية وغيرهم كان أيضا. وأيضا زرعوا أشياء القاديانية في الهند وباكستان ضد التدخل الروسي في الهند ولصالح يعني أقصد المخابرات البريطانية. يعني دائما كان الإسلام هو أداة مشبوهة ممكن الكل يلعب عليها، ورجال الدين هم الأداة التي استغنت وبنت القصور وتملكت، وكلهم أتوا يعني جوازات سفر بريطانية وأمريكية وفرنسية. هؤلاء جميعا تشوفهم من أغنى الناس، ولديهم يعني لا يستحقون أن واحد يسير خلفهم. والناس تعرف بالمناسبة، أنا كنت متوهم سابقا أنه الناس ما تعرف هاي الحقيقة، لا الناس تعرف أن هؤلاء كلهم دجالين وكذابين، ويعرفون بأنهم ناس منتفعين ويكسبون الأموال. لكن أكو نوع من التواطؤ يصير بين الناس وبينهم، كما قلت أن هؤلاء يبتزون الناس والأغلبية، ويبقى أمامهم حلين، إما أن يغامر ويفقد سمعته بين الجميع ويتعرض للأذى هو وعائلته، أو أن يعود ليرضخ لشروط رجال الدين. ولهذا سبب تجول رجال الدين موجودين في كل شارع وفي كل زقاق وفي كل منطقة. دائما رجل الدين تلقاه موجود، هو صحيح ما يطلع، لا يأكل وياك، لا يشرب، لا يجلس معك في مكان عام، دائما مترفع عليك متكبر، لا تشعر به موجود معك، لكنه هو مهيمن عليك، وهناك جواسيس وجهات توصل لك كل المعلومات ويسيطر عليك في كل أدق تفاصيل حياتك، توصل لك كل أخبارك تفصيليا، حتى تجد داخل عائلتك شخص هو متآمر معاه. يخلقون شبكة من العلاقات والأصابات اللي تبدي من زقاق صغير في أي مكان وتوصل إلى مكتب الرئيس الأمريكي ربما. فعملية لا تصورونها سهلة. رجل الدين هو رجل مشبوه بدرجة 1000 بالمليون، أكثر رجل مشبوه. هذا الرجل ما يستلم سلطته، كما أكرر دائما، إلا من عندكم، من خوفكم من عنده، من سيطرت عليكم. وقبل كان أيضا مثلا الأيديولوجية القومية، صدام حسين مثلا كان الرفاق مالته أيضا يخوفون الناس، ما كان رجل الدين يخوفهم، كان يخوفهم الرفيق الحزبي، وكانوا كلهم يدعون أنه حب صدام حسين وحب العراق ويقاتلون من أجل القومية العربية. كثير من المغفلين صدقوا هاي الأمور. إذا أن أرجع لموضوع الخصوصية، هذا الموضوع الخصوصية يتم انتهاكه عبر مجموعة من المفاهيم، من أجلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا طبعا النهي عن المنكر شنو؟ ما تعرف شنو، أنت ما تعرف شنو المعروف وما تعرف شنو المنكر، ويجيك واحد حافظها، حافظ له هاي الكلمتين، ويأتي هو الهدف من عنده هو يرفض الخروج على الإيقاع، هو يحاول أن يرتب له ويحجز له مكان داخل هذا المجتمع، وكل هدف النهائي، فهو بالنهاية ما يسمعك، هو فقط يشوف شيء خارج الإيقاع ويحاول أن يقومك ويقول لك أنت غلطان وطلعت عن الإيقاع. هو ما له علاقة ولا يريد يفهم، هو يريد فقط يحجز له مكان. إنسان بسيط ساذج غبي مغرور بقضية أو صدقها عمدا، وهذا يقول لك اتبع المعروف وأنا أنصحك، ويقول لك أنت مثلا يعني ما هل أنت مسلم؟ ما هي ديانتك؟ ما هو مذهبك؟ هذه كلمات يعني تعتبر من بالغة الإساءة ولا أخلاقية، والإنسان الذي يطرح هاي الأسئلة إنسان غير مؤدب بدرجة 100%، غير مؤدب وغير يعني لا يليق بإنسان أن تتدخل في شؤون الآخرين وتقول له أنت ما هو دينك، ما هو مذهبك. هاي مسألة خاصة جدا، لأنه عندما تطلب من عنده هذا الشيء أنت بمعنى المعنى تقول له هل أنت معنا أم ضدنا؟ وهذه إساءة، معناتها هذا يحول المجتمع بأكمله إلى فرق متصارعة، وهذا السؤال هو هدف النهائي، تحديد من معي ومن ضدي، من الذي كيف أتعامل معك. هو لا ينظر إليك، إنما يريد يعرف من أنت أولا، ما هو مذهبك، ما هو القطيع الذي تنتمي إليه، فهو يتوقع أن كل الناس مثل جزء من قطيع، وهاي المشكلة أنه هؤلاء يظنون أنه الناس قطعان مثلهم، فاقدين الإرادة، فاقدين الأهلية، فاقدين خصوصيتهم، فيتصور الآخرين مثله. بالتالي هو يجد من الطبيعي أن يسألك إذا ما يعرفك، مرات إذا مثلا اسمك ما واضح هو شنو انتماعك. هذا الأمر هو لازم ننتبه له بشكل مهم. السؤال عن دين الآخر هو إساءة بالغة. صحيح اكو آيات بالقرآن للإنصاف تقول مثلا ولا تجسسوا ولا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، لكن هذه كلها كما هو القرآن دائما يعطيك الشيء ويعطيك نقيضه، فهذه عندما يقولها ولا تجسسوا هو يقصد جماعة المؤمنين، لا يقصد جماعة الطرف الآخر. دائما هاي مشكلة المتدين، وهاي مو يعني هاي بصراحة يعني لا يؤاخذ عليها الإسلام ولا الدين الإسلامي ولا القرآن ولا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الأمر إلى زمنه وانتهى. علينا أن نعرف أن العالم الآن منفتح، وكما قلت بالفيديو الأخير أن الحدود أزيلت بين الناس وبين الدول وبين الشعوب وبين الأقوام، والخصوصيات كلها يعني الحدود رفعت، فبقت كل إنسان هو له خصوصيته، لأنه عندما ترفع الحدود ماذا يبقى؟ تبقى الناس تلتقي على المحبة والوداد وعلى التفاهم والتسامح وتقبل الآخر، لأنه ماكو حدود بعد، فأنت انتهى الموضوع، فما يبقى غير خصوصياتك وإمكانات التعاون بيني وبين الآخرين، المشاركة والأمر بهذه الصورة. الآن مع فاصل. الآن قد يقول البعض هذه تقاليد أصيلة، لكن حتى لو افترضنا هذا الشيء، هذا لا يعني أنه يجب أن نحافظ عليها. ولو صح هذا الكلام فماذا نحافظ على ماذا؟ قطع رؤوس الأعداء أو الكفرة أو الذين كانت وحدة من عاداتنا المعروفة، فهل نحافظ عليها؟ هل نحافظ على عادة بيع الجواري عاريات في الشوارع وفي الأسواق؟ هذه من تقاليدنا وعاداتنا الأصيلة. بيع العبيد كذا، ضرب الزوجات مثلا، هل نحافظ على هاي العادات؟ هاي عادات أصيلة، طبعا أصيلة من الأصل يعني أنه قديمة ولها علاقة، لها جذر في التاريخ. بالتالي ان عباره خصوصيتنا هذه خصوصيتنا ويجب احترامها، عباره مزيفه وما لها وجود. هذه هي ملخص عبارات لها علاقه بالقطعان، هدفها تحويلنا الى كتله صماء، يعني كردوس او كتله من الغنم او المعيز يقود راعي وكيفما شاء هذا الراعي، وهو هذا هو المصطلح الموجود فعلا، أن هناك راعي وراعي. الرعية هي المعيز أو الغنم أو الحلال، وعلى هذا الحلال أن يسير خلف الراعي الكبير، وهو نفس صورة الرجل والنساء وأهل بيته. أهل بيته ماذا يسمون؟ يسمون الحلال، وهو أهل بيت النساء مثلا والأطفال، وأيضا الغنم والبقر والماعز، وإذا كان عنده حمير وبغال وأفراس أو أحصنة، فهذا كله أموال أيضا وبيوت. فالمرأة والنساء والأطفال وعموما هؤلاء كلهم من الحلال. الأمر نفسه عندما نصعد من مستوى الأسرة إلى مستوى الدولة أو البلد أو السلطنة، هي هذه أنه بالجميع لازم ماكو خصوصية، اكو حشود من القطعان، ويجب ان يكون المجتمع حشود مطيعه وملتزمه ومتدينه بالطريقه التي يضعها او يشترطها صاحب السلطان. هاي الغايه من الموضوع باكمله، وترديد عباره هذه تقاليدنا وهذه خصوصيتنا، هي هذا الهدف النهائي. حتى لازم نحلل هاي الامور ونفكر بها. طبعا صراحه صعب واحد يشرح تفاصيل اكثر، لكن انا اسال اللي شاهدني الان مثلا، هل تشعر انت كانسان ان هناك من يحترم خصوصيتك؟ ان قلت نعم فستكون كاذب، الا والا مثلا قل لي اين هي خصوصيتك؟ لماذا لا يحترمها احد؟ أين هي عاداتك وتقاليدك الخاصة؟ لماذا عندما تقوم بأمر خاص تتلفت يمينا وشمالا؟ هذا الأمر لابد أن نهتم به، ولابد أن نعرف بأنه ماكو أحد يهتم بك كفرد أو يمنحك حق ممارسة حرياتك الخاصة أو حتى الدفاع عنها. طبعا هذا الصمت هو يعني الصمت عن أهم حقوقك بالمناسبة، معناه واضح، وهو أنك تعترف بأنك لست إنسانا سويا في نظر السلطة الدينية أو السياسية أو العشائرية. أنت بالتالي إنسان مشروط، أو وضعت شروط على إنسانيته، وعليه أن يتصف بصفات مسبقة، أن يكون كذا وكذا وكذا وليس كذا وهكذا. بالنظم الغربية لا يوجد إنسان مشروط، أنت مخير ولست مسير، أنت تلتزم يعني بالعرف العام أو بالقانون العام، لكن هذا ليس على حساب شروطك وخياراتك الخاصة. وهي عملية ما صارت بين يوم وليلة، بالعكس دفع الغرب يعني عشرات الملايين من الضحايا في سبيل أن يصل إلى ما هو عليه الآن، وما زالت هناك مشاكل عندهم. بالتالي كما قلت احنا أناس أو أفراد بشروط، يعني أنت لست إنسانا إلا بشروط، إنسان تتصف بصفات الإنسان لكن الإنسان المشروط، وهذا مقبول فقط هذا يكون عندما يجيد هذا الإنسان تحويل نفسه إلى أداة، تحويل ذاته إلى جسد، مجرد جسد ضائع بين المصلين أو المجاهدين، وهذا الجسد هو يعني ضائع بين الآخرين، ومن حق كل إمام أو طاغية استعمال هذا الجسد. أعتقد يعني ممكن واحد يتلقى في الفكرة الآن ويتلقى في سر هاي اللعبة القذرة اللي أنت ضحيتها. أنا خاطبك الآن مباشرة، أم ما أدري أم على قلوب أقفالها، فهاي مسألة أخرى. ما يعني إذا هي مقفولة عندك فأنا واثق بأنه يجي يوم راح تتضح عندك الصورة، لأن الآن أمام عينك شبكة أو سلسلة كبيرة من الأحجبة، لأن هؤلاء من المهارة والشطارة بحيث يخلون الناس دايخين وما يستطيعون يكتشفون درجة التعقيد اللي دخلوا حياتنا بها. ثم أخيرا أقول أن جميع هاي العادات اللي يتحدثون عنها يجب تغييرها والتجاوز عليها علنا ودون نقاش. يعني وبالمقابل الدين عندما يقول أنه هذه العادات والتقاليد يجب أن تتغير، الكل يصمت ويقبل ويخنع، هذا معناته أنه فعلا أن نحن الأغلبية العظمى هم ناس مطيعين وليست لديهم أي خصوصية ولا عندهم قدرة على اعتراض. لاحظوا الجوامع، لاحظوا الناس، حتى مو بالجوامع، حتى عندما يتحدث المسؤول الكبير لا أحد يناقشه، لا، كل صامتين كأنما فعلا هم يعني مو بشر، إنما مجرد آلات عليها أن تتقبل ما يقال لها وتنفذ ما تسمع كما تفعل الروبوتات، وإلا تحاسب حسابا عسيرا. أين الخصوصية إذن؟ اللي كله كان عندنا خصوصيتنا، هو ما يقصد خصوصيتنا كقطيع. فبالتالي عندما واحد يجي يتحدث هاي خصوصية، أنت تنتهك خصوصيتي، هو يقصد، لا يقصد نفسه لأنه هو ملغي أصلا. هنا الكل عندما يتحدث الخصوصية الحقيقية الفردية، عندما يتحدثون عنها يقولون لا احنا عندنا خصوصية خاصة وأنا عندي شخص وعندي حريتي، يعني ينافق ويضحك على نفسه حتى يمشي حاله فقط. بالتالي غاية هؤلاء دائما هي الانتصار إلى الدين في كل حال. أما خصوصية الناس وتقاليدهم بالنسبة لهم فهي إلى الجحيم، يعني ما عندهم أي مشكلة. والشواهد كثيرة منها نشوف بالحفلات الزواج جاي يحاولون يرضون الطبقة المتحكمة برجال الدين والسلطة، انتشار الحجاب أو رفضهم لكل ما يسمى سفور، رفضهم لعمل النساء إلا بشروط، ويحددون ويتشرطون. مثلا الملابس الشعبية مرفوضة، العلاقات الاجتماعية المفتوحة مرفوضة، حتى الرقص الشعبي التقليدي مرفوض، حتى مرات توصل الاحتفالات الدينية البسيطة مو الأساسية. مما سبق يتضح بأن العلة تكمن في آلية عمل العقل العربي البدائية جدا، وهي آلية تتحرك في اتجاه واحد، هو عدم تحمل مسؤولية أي شيء، والغاية والطريقة والأسلوب هو دائما مسايرة التيار الأقوى. وهذا التيار عادة يتحكم برجال الدين في كل مكان، في المدارس، يعني في الأسواق، وطبعا في برعاية السلطات الحاكمة، لأنه يعني يقول لك هذا عندنا كم رجل دين يسيطرون على المجتمع، احنا نتعامل بدل ما نتعامل مع ملايين نتعامل مع بضعة رجال دين يحلون هاي المشاكل ويحركون الناس كالمغناطيس. يعني هو اذا عجبه شيء رجل الدين يصعد على المنبر ويتحدث شيء والناس تمشي وراه كالقطيع فعلا. بعد ذلك المشكلة وين؟ المشكلة تتراكم بأنه احنا صارت تصير عندنا شنو؟ تصير عندنا يعني ما نعترف بضرورة مراجعة تقاليد هاي المجتمعاتنا، بس دائما نحاول أن نجعل هاي التقاليد شيء مقدس ومتكلس. حتى يعني البعض راح يردد هاي العبارة كما قلت، يجب المحافظة على التقاليد، وكأن هاي التقاليد هي كتاب منزل، دون أن يحمل هاي التقاليد مسؤولية ما نحن فيه، مسؤوليتها عن تردي أوضاعنا وإدامة جهلنا وتخلفنا، بالضبط مثل ما يفعل المسؤولين أيضا. سابعا وأخيرا، احنا تحمسنا لاستعادة هاي الطقوس ليس دليلا على حيويتنا، إنما دليل على كسلنا ونضوب قدراتنا على الابتكار والإبداع ومواجهة المستقبل. لهذا فخير وسيلة للتبرير ترداد عبارات مثل المحافظة على ديننا أو تقاليدنا. ختاما، لو سألتني ما هو البديل سأقول لك البديل أن يكون الفضاء الذي نمارس فيه أي تقاليد هو فضاء حرية، لا فضاء جهل وعبودية، فضاء محبة وتسامح ولطف وفرح، لا فضاء صراخ وعنف وجنون جنون متدين مستديم. في الختام، يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الأخاء. هذا الشيء هو في منصوص عليه في لائحة حقوق الإنسان، وهذا يتنافى صراحة مع مصالح الولاء والبراء اللي يؤمن بها فئة كبيرة من المسلمين فعلا، وهي هاي العقيدة اللي قال عنها ابن تيمية على المؤمن أن يعادي في الله ويوالي في الله، فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه، فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية. تخيلوا يقول أنه أنت توالي المؤمن الآخر حتى لو كان ظالم إلك، معنى عليك أن تحول قطعة من قطعة عديمة المشاعر وتطبق ما يتلى عليها فقط. وهذا الأمر أيضا يوضح أنه ليش احنا ما عندنا خصوصية. مثلا من مبادئ حقوق الإنسان حق التمتع بالحقوق والحريات دون أي تمييز بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي، دون أي تفرقة بين الرجال والنساء، وهذا يتنافى مع منع المرأة من تولي مناصب حكومية. هذا الدين مالتنا وهذا قائد مجتمعنا، هذا يؤمنون بملايين الناس ويؤمنون به غصبا عليهم مو بكيفهم، لأنه ما مسموح له يناقش، هو مجرد يتبع. هذا أيضا يتنافى مع مصالح تقسيم الإرث وتفضيل الذكر على الأنثى، وهذا أيضا يتنافى مع مصالح حديث آخر هو الأئمة من قريش، وما زالت احنا كل احنا كشعوب وبلدان تحكمها دولة قريش. أحفاد بني هاشم ما زالوا يتحكمون بشعوبنا. وأيضا هذا يتنافى مع شهادة الرجل، مع مبدأ شهادة الرجل تساوي شهادة امرأتين أمام القضاء. أيضا هناك حق الزواج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو غيره، هذا يتنافى مع مصالح منع المرأة المسلمة من الزواج بغير المسلم أيضا، ويتنافى أيضا مع حق المرأة في تزويج نفسها دون وصاية من أبوها أو أخوتها مثلا أو حتى أبنائها، أو تطليق نفسها على قدم المساواة مع الرجل دون غبن لحقوقها. المعارضون طبعا لكل هاي الحقوق هم الفئة الغالبة المسلمين اليوم بسبب التوجيه والتعليم والتثقيف الديني المهيمن. وهذا طبعا ما ينفي وجود اجتهادات يعني معاصرة بخلاف هذا الأمر، وبعضها كثيرة، مثل أكو شيوخ منهم يعني كثيرين أفتوا بجواز الزواج من مسيحي أو اليهودي أو زواج المسلمة. وهناك أيضا مادة 19 في حقوق الإنسان تقول بأن كل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، وهذا يتنافى مع مصالح ما يسمى بحد الردة يعني. وأيضا كثير من الاجتهادات، لكن ممكن هاي كلها مسائل لم تناقش، ويرفعون فقط شعار الخصوصيتنا وعاداتنا وتقاليدنا. هاي المسائل يحتاج أن نكون منفتحين ونفكر بها بعمق ودقة. وشكرا وآسف على الإطالة، ومع السلامة.